بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك
العمود العمل الرياضة السنة بشكل واجب برئاسة الدكتور محمد الشتيني لجنة كرة اليد برئاسة الأستاذ عمرو فتحي مع لجنته وبشكر طبعا أولياء الأمور على المجهود اللي عملوه ودعمهم لولادنا طول السنة ودعمهم بفايدة دايما إن شاء الله. بشكر طبعا الأجهزة الفنية وولادنا لاعبين ولاعبات على النتائج المبهرة السنة دي، والحقيقة إنه بصفة عموم نتائج كرة اليد يعني نتائج هايلة السنة دي. طبعا نتيجة الفريق الأول السوبر اللي هو النتيجة اللي حققها طبعا نتيجة جميلة ما شفناهاش من 37 سنة، بس الحقيقة يعني أنا سعيد طبعا بكل النتائج، بس أسعد حاجة بالنسبة لي البراعة اللي هم موجودين دلوقتي اللي هم بيبشروا إن النادي إن شاء الله عنده ذخيرة من ولاده ان هم هيقدروا يرفعوا اسم النادي دايما ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل كل سنه بفرحه ونتائج ترفع اسم النادي كمان وكمان. وشكرا. كابتن محمد طول مساعد الاداريه مدام فاطمه
والمعالج دكتور ياسر القمر والمعالجة أنسة دينا. Thank you.
الأهلية والمدرب بتاعها فريق 2003 بنات
السلفيه والزهرانيه بالبطوله الشرقيه او الاسكندريه. بالامر الكابتن محمد البدر. Oh,
خلاني بجد كله بذل مجهود بجد الف شكر. بشكر الاداريين، بشكر المعلمين، بشكر الاداريين كابتن امام وجان. انا عايز اقول كابتن امام وجان 100 منتخب مصر اللي حصل على ثالث افريقيا، بس احنا نسيناهم في الرابع الحفله اللي فاتت. فتفضل كابتن امام، يفضل كابتن فخر، كابتن محمد البنا، كابتن مروان، كابتن ربيع، كابتن احمد ناصر. يفضل دكتور ياسر قمر، دكتور يماني، دكتور مازن، دكتور دينا. جميع المدربين، جميع المدربين تتفضل. كابتن حلمي، كابتن استاذ بقى، كابتن نور، كل المدربين، كل المدربين. كابتن فرج، كابتن مسوري، سعيد، جميع المدربين يا جماعه، جميع المدربين اتفضل. كابتن نايف، دلوقتي انا عاوز اول حاجه من خلال الاولاد
ولاد الوليد. فبشكر طبعا بناتنا على الانجاز السنه دي، بشكر ولادنا، بس ان شاء الله عاوزين نشوف القاعه دي السنه الجايه مملية فرق فايزه ببطوله الجمهوريه ان شاء الله. يا ريت فرق البنات تيجي عشان تتصور مع المجلس، كل فرق البنات اللي قاعده في الصف ده يتفضلوا. يا ريت تتفضلوا. اليوم يجي كل واحد. دكتور ساري، كابتن خادم، اللي بيفضلوا بره السوق. Yeah.
وان شاء الله نشوفكم على خير. شكرا.